ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن الجزاء من جنس العمل، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. وبعدين يتكلم على الإنسان كده اللي إيه، شايف نفسه شوية. قال: أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، لبدا يعني كتير، معايا فلوس وعملت وسويت وأنجزت، أيحسب أن لم يره أحد؟ وبعدين ربنا قال له: فلا اقتحم العقبة، اللي أنت فيه دي مشكلة، فلا اقتحم العقبة. طب اقتحم عقبة نفسي وعقبة الدنيا دي ازاي؟ قال: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. زي ما أنت اغتنيت اغني الفقراء، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، مش تواصوا بالأنانية والتفرد بالنجاح. اللي غرقان في الحال ده محتاج إن هو فعلا يدعم غيره ويتعب علشان ربنا ينجيه.